هل اقتربت معركة الحديدة من نهايتها؟ ماذا سجد حتى صعد التحالف العمليات العسكرية على هذا النحو؟ ولماذا يبدو المدنيون في آخر قائمة اهتمام مختلف أطراف الصراع في الحديدة؟ أهلا بكم. تقول المعلومات القادمة من الحديدة إن القوات المدعومة من التحالف تحقق تقدما نوعيا على الأرض، بينما تشهد خطوط المواجهة التابعة لميليشيا الحوثي انهيارات متوالية. تظهر الصور اقتراب ما يعرف بالقوات المشتركة من ميناء الحديدة، ما يعني أن الخناق يضيق أكثر على الانقلابيين الذين استفادوا طيلة الأشهر الماضية من تعزيز قدراتهم وإعادة التمركز والانتشار في العديد من الأحياء وسط المدينة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة بكميات كثيفة. العمليات العسكرية تشارك فيها وحدات قتالية مدعومة من السعودية والإمارات، ولا يبدو أنها تخضع لأي ولاية من طرف هيئة الأركان اليمنية أو وزارة الدفاع، ما جعل ناشطين يرفعون أصواتهم تحذيرا من استنساخ تجربة عدن في الحديدة. ومع اقتراب المعركة من فصولها الأخيرة في الحديدة، تتصاعد الأصوات الدولية المطالبة بوقف الحرب، كان آخرها على لسان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في اتصال بولي العهد السعودي، بالإضافة إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة من أن تحرير الحديدة سيقوض التسوية السياسية. نحو 600 قتيل بين طرفي المواجهة في الحديدة خلال العشرة الأيام الماضية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. الوكالة قالت أيضاً إن 150 شخصاً قتلوا خلال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الحوثيين وبينهم 7 مدنيين. الأمين العام للأمم المتحدة حذر اليوم من تعرض ميناء الحديدة للتدمير جراء القتال، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية في اليمن. القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف حققت تقدماً نوعياً خلال الأيام الماضية واقتربت من تطويق المدينة. المصادر الميدانية تقول إن القوات الحكومية حررت مجمع إخوان ثابت شرق المدينة، والاشتباكات وصلت إلى شارع صنعاء مدخل المدينة. ناشطون أطلقوا تحذيرات من إقصاء الحكومة الشرعية التي تبدو خارج المعادلة مما يحدث في الحديدة. ما يسمى بالقوات المشتركة هي عبارة عن قوات طارق صالح بالإضافة إلى ألوية العمالقة، وهي قوات أنشأتها الإمارات بمعزل عن المؤسسة العسكرية الرسمية، وهي تخوفات يعززها ما يحدث اليوم في عدن كون قيادة الشرعية غير قادرة على ممارسة مهام الدولة في العاصمة المؤقتة، نظرا لأن الحاكم الإماراتي هو الذي يحكم فعليا. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن عن نزوح أكثر من 80,000 أسرة من الحديدة جراء الاشتباكات، والمصادر تقول إنهم ذهبوا إلى مناطق لا تعد آمنة. وزارة حقوق الإنسان أدانت انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في الحديدة، وقالت إن عناصر الميليشيا قامت بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدمت المستشفيات والمدارس ودور العبادة كمراكز وثكنات لأعمالها العسكرية. تمضي معركة الحديدة باتجاه التصعيد، فيما يبدو أنها استجابة لرغبة التحالف في اختطاف نصر في المدينة بهدف تقدم خطوة نحو الحل السياسي الذي ترفضه ميليشيا الحوثي حتى الآن، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات الدولية المطالبة بوقف العمليات العسكرية، بينما يدفع المدنيون فاتورة كبيرة من الأرواح والنزوح والمعاناة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي فيها الأستاذ علي الفقيه نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر. أهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ علي. اليوم القوات المشتركة تتقدم باتجاه تطويق مدينة الحديدة وتقترب أكثر من الميناء، هناك اشتباكات في داخل أو مداخل على مداخل المدينة، كيف تتابع الأوضاع في الحديدة؟ أعتقد أنه المعارك مع مرور الأيام تحقق فيها القوات المدعومة من التحالف قوات الحكومة الشرعية تقدم، وبالرغم من صعوبة المعارك وصعوبة طبيعة المعركة داخل المدينة، هي معركة صعبة بالتأكيد، والحوثيون يستميتون في التمسك ببقائهم أو بسيطرتهم على مدينة الحديدة التي تعد رئة هامة
للحوثيين كمنفذ اقتصادي وكأحد أهم الموارد المالية التي تزود جماعة الحوثيين بالأموال وتفتح لهم منفذ أيضا على العالم. إلا أن المعارك تحقق تقدم، صحيح التقدم يبدو بطيئا وصعبا، لكن في مع مرور الأيام تقول المعلومات بأن سيطرة الحوثيين على المدينة باتت أو نهاية سيطرة الحوثيين على المدينة باتت قريبة، لا مجال لاستمرار إبقائهم في مدينة الحديدة، وإن كانوا يحاولون التشبث بالبقاء والسيطرة ويبدون استماتة غير عادية، هم يدفعون ثمن كبير. وأيضا المدينة ببنائها بسكانها تدفع الثمن الأكبر، ستتعرض المدينة لدمار كبير خلال الأيام القادمة. وما نشاهده خلال هذه اليومين، كلما توغلت الاشتباكات باتجاه الأحياء أو بداخل الأحياء السكنية يكون الدمار أكبر والخسائر تكون أكثر. المدنيون يعني يعانون وضعا صعبا لأنه تجربتهم في النزوح كانت صعبة خلال الشهور الماضية، وعندما طالت المعارك على المداخل الجنوبية والجنوبية الشرقية للمدينة اضطروا، حتى من نزحوا من قبل اضطروا للعودة إلى منازلهم، خاصة أن بعد النزوح انتشرت عصابات لنهب المنازل ودفع هذا الأهالي للعودة إلى منازلهم، بالتالي هناك خطر محدق بالأهالي. هناك أيضا خسائر بشرية وإن كانت إلى الآن ليست كبيرة في أوساط المدنيين بسبب النيران التي تأتي من اشتباكات من الجانبين، إنما أيام الحوثيين في مدينة الحديدة باتت معدودة، وكل المؤشرات تقول بأن المعركة جدية وبأن القوات العمالقة والألوية التهامية المدعومة من التحالف تمضي باتجاه السيطرة على المدينة كلها. طيب في هذه النقطة تحديدا سأسألك، أن تتحدث عن وجود مؤشرات تؤكد نية التحالف يعني استكمال السيطرة على الحديدة، على ماذا استندت في ذلك؟ على استمرارية المعركة، نوعية السلاح المستخدم، التكتيك أيضا الذي استخدم في المعركة، والتعزيزات الجيدة التي تلقتها القوات الحكومية في تلك المناطق. ما هي طبيعة هذه التعزيزات؟ هناك فرق هندسية لنزع الألغام تعمل على مدار الساعة، هناك عربات مدرعة وأسلحة متطورة تعمل بتقنية عالية، هناك أيضا الخطة التي رسمت للمواجهات داخل أو الاستيلاء على المدينة تبين أن القوات ستمضي باتجاه تحقيق أهدافها متجنبة التوغل المباشر داخل الأحياء السكنية، وذهبت باتجاه تطويق المدينة من الخارج، خصوصا من شرق المدينة إلى شمالها، الخط الذي يمضي من 7 يوليو باتجاه مدينة الصالح، باتجاه الذي يمضي باتجاه نحو نقطة الشام وهي باتجاه الشمال، أصبحت قريبة جدا من الميناء. بينما أيضا الجبهة الأخرى التي هي الجبهة الجنوبية والغربية تعمل، والمواجهات هناك دائرة، إنما التقدم الأكثر تم تحقيقه في المناطق التي تأتي من خارج أو من الشوارع الخالية المحيطة بالمدينة من جهة الشرق ومن جهة الشمال. طيب دعنا نشك معنا في هذا الحوار حول هذه النقاط أيضا الصحفي سامي الأهدى الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الحديدة. أرحب بك أستاذ سامي. بداية ضعنا في صورة آخر التقدمات أو الأوضاع الميدانية عموما في مدينة الحديدة. نعم، بالنسبة للوضع العسكري اليوم تحديدا شهد ركود عسكري كبير وفارق من بقية الأيام السابقة. القوات الحكومية اليوم لم تتقدم أو لم تشن أي عملية عسكرية بمعنى في محاولة للتقدم. كانت هناك مواجهات متقطعة في الجبهة الجنوبية، في المحور الجنوبي حيث جامعة الحديدة ومؤسسات تقنية التهامة، أيضا هناك اشتباكات في شارع 90 وأطراف مدينة الصالح شرق الحديدة، لكنها كل هذه الاشتباكات ليست بمعنى وجود عملية عسكرية أو تقدم. الوضع هادئ نسبيا مقارنة بالأيام الماضية. طيب لكن نعم. لكن الضربات الجوية بالنسبة لطيران التحالف كانت حاضرة اليوم، أيضا طلائع الحوثيين على مواقع القوات الحكومية
شهدت بعض الهجمات الصاروخية للحوثيين على مواقع الجيش، أيضا سقطت بعض القذائف على الأحياء المدنية، ما أدى إلى سقوط بعض المدنيين بين قتيل وجريح. طيب إذا ما تحدثنا عن أبرز المناطق التي يتمركز فيها الحوثيون والتي يستهدفها الجيش الوطني في عملية التقدم، كذلك ما هي الجبهات بداخل المدينة أستاذ سامي؟ نعم، نبدأ بمحاور تقدم القوات الحكومية داخل المدينة، هي محورين رئيسيين، المحور الأول هو المحور الجنوبي، وتتمركز القوات الحكومية بمحيط جامعات الفتيدة ومحيط منشأة تطوير سهامة وفي الأطراف الجنوبية بحي الربطة. الحوثيون يتمركزون هناك في حي الربطة تحديدا، في مباني جامعة الحديدة، في محيط مستشفى الثورة وسوق السمك المركزي. الشوارع هناك كلها مقطعة، خنادق ومفارس وتحصينات سيفية، أيضا يعتنون بعض أسطح المنازل العالية وينشرون عليها صناقتهم. هذا بالنسبة للمحور الجنوبي. أما المحور الشرقي فهو يتفرع إلى ثلاثة محاور أيضا داخل المحور الواحد الذي هو المحور الشرقي. هنا قوات هاجم باتجاه شارع صنعاء في عمق المدينة، وهذه القوات وصلت إلى ما بعد معسكر الدفاع الساحلي والبوابة الشرقية أو البوابة الشمالية لمطار الحديدة ومون سيتيمات قبيل دولة يمن موبايل. ايضا هناك قوات وصلت الى محيط سوق الحلقه، سوق الخضار المركزي في المدينه. المحور الثاني داخل المحور الشرقي هو المتجه في شارع الخمسين، والذي تتمركز القوات الحكوميه هناك في مستشفى 22 مايو ومجمع مصانع يماني. وصلت القوات البارحه الى جوله الاقرع، الجوله المهمه لدى الكثيرين، حولها توجد الكثير من المباني العاليه التي يتحصنون فيها، وابرزها فندق الاتحاد الذي يسيطر في قيادات الحوثيين. ويشير الى ان دوله الاقطاعيه هي نفسها الدوله التي قتل فيها القيادي الحوثي صالح الطماط في غاره جويه قبل اشهر. المحور الثالث داخل المحور الشرقي هي القوات التي التفت على الحوثيين او التفت على المدينه بشكل كامل خلف مطاحن البحر الاحمر، ووصلت الى اطراف مدينه الصالح والطرف الشرقي لشارع التسعين. وهناك بثت اليوم القوات الحكوميه مقاطع مصوره من مواقع تمركزها لمدينه الصالح، ومقاطع مصوره ايضا للميناء الذي يبعد مسافه اقل من 5 كيلومتر فقط من هناك. طيب بالنسبه عن يعني وضع المدنيين في المدينه، كيف هو وضعهم؟ ما هي ابرز الاحتياجات السكانية التي تكاد يعني لا تتوفر بسبب الاشتباكات؟ هل هناك وصول للمنظمات الإغاثية بهذا الخصوص؟ بالنسبة للمنظمات الإغاثية الدولية غائبة تماما عن المشهد، لم تجد طرق آمنة أولا للمدنيين الذين يحاولون النزوح. بشكل عام الناس لا زالت في منازلها، تخشى الخروج وتخشى النزوح، وايضا لا تستطيع النزوح، لا يوجد القدره الماليه لدى ابناء الحديده وسكانها التي تساعدهم على التنقل او الخروج من مدينه الحديده والانتقال الى اي مدينه اخرى. ايضا جثه النزوح التي سبقت خلال الاسابيع الماضيه والاشهر الماضيه في بان عارف في مطار الحديده كانت تجربه سيئه للسكان، واجهوا فيها معاناه شديده على طريق النزوح نحو صنعاء ولاحق الدول المحافظات الجنوبيه، وواجهوا ظروف صعبه وقاسيه دفعتهم الى العوده الى منازلهم، ايضا خشيه الحصول عليها الحوثيون الذين بداوا بحمله لترقيم المنازل التي لا يوجد فيها سكان، ايضا تعرضت منازلهم للنهب والسرقه، ما دفع السكان واجبرهم على العوده والاقتناع بالبقاء في منازلهم على المغادره والنزوح. لكن بالنسبه للمواد الغذائيه والطبيه
نوعا ما لا زالت المدينه لم تشهد يعني لم تصل الفارقه بمعنى الكلمه، لا زال هناك مواد غذائيه متوفره لان الميناء لا زال يعمل. المنطقة الشمالي فقط هو الوحيد المتاح امام المدنيين وامام حركه البضاعه التي تخرج من الميناء نحو المحافظات اليمنيه او الى السعوديه. نشير الى موضوع خدمه الانترنت، الحديده تعيش يعني حالا من العزله. خدمه الانترنت مقطوعه بشكل كلي، كانت قبل يومين مقطوعه بشكل جزئي، لكن اليوم انقطعت بقيه الخطوط المتبقيه لخدمه الانترنت. الناس المنازلين لا يعرفون من الذي يدور في المعارك او من وصلت القوات الحكوميه تحديدا، يسمعون الضربات ويشاهدون نيران المعارك لكنهم لا يعرفون ماذا يدور. أشكرك أستاذ سامي الأهدل الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة لإطلاعنا على الوضع هناك. معلومات كثيرة عسكرية ميدانية كذلك إنسانية. أخذ النقطة الأخيرة التي تحدث عنها الصحفي الأستاذ سامي، الناس لا يعرفون في الحديدة ما الذي يجري، يعني انقطاع خدمة الإنترنت لا يعلمهم ما الذي يحدث أيضا في مدينتهم. هذا الأمر كيف يمكن أن يؤثر على تعاطي الحوثيين وبالمقابل قوات الجيش الوطني مع التقدمات الميدانية في الأرض أستاذ علي؟ هناك تعمد من قبل الحوثيين لتغييب الناس عما يحدث، وأيضا لقطع الطريق أمام النشطاء والإعلاميين لنقل صورة المواجهات على حقيقتها، أو بمعنى أصح لنقل الهزائم والخسائر التي تلقاها مقاتلو الحوثيين في المدينة، وبالتالي تعمدوا إلى قطع الإنترنت تماما عن المدينة حتى لا تبعث صور تعكس حقيقة الوضع الميداني هناك. إزاء هذا التعتيم، هناك ضخ مقابل من جهة الحوثيين عبر موالين لهم، عبر شبكاتهم المنتشرة في الأحياء والمناطق لتضليل الناس بأنهم مسيطرين على الأرض وبأن كل شيء يمضي على ما يرام. اليوم وهي معلومة لم تنشر بعد، أن أبو علي الحاكم في صنعاء عقد اجتماع بالقبائل من همدان والحيمة وبني مطر وبني حشيش للتحشيد لإرسال مقاتلين إلى الحديدة، ويوهمهم بأنه نحن يعني في وضع جيد، فقط نحتاج إلى إسناد الجبهة هناك للتمكن من استمرار السيطرة على المدينة. ولو عرف الناس الذين يتعرضون للتحشيد اليوم في صنعاء وفي غيرها من الأرياف اليمنية، خصوصا أرياف مناطق شمال غرب اليمن، أن هؤلاء يذهبون إلى المحرقة، لن يتجهون إلى الجبهة، لأنه تلقائيا هم يعرفون ما مصير العشرات بشكل يومي. الطيران الأباتشي اصطادهم في المناطق المفتوحة بشكل مستمر، أيضا المعدات الحديثة من دراعات من رشاشات من قصف مدفعي على مدار الساعة يصطاد المقاتلين الحوثيين الذين يحاولون فك الطوق عن المدينة من خارجها. اليوم الخطة أو ما وضعه أبو علي الحاكم في الحشد الذي التقى بهم في صنعاء، أنه سيتم قدوم هذه المجاميع من اتجاه كيلو 16 لمهاجمة قوات الحكومة وقوات التحالف من خارج المدينة يعني توجيه ضربة لهم، بينما في الحقيقة نوع من التطويق، محاولة تطويق يعني. محاولة تطويق القوات التي طوقت قوات الحوثي المحاصرة في بداخل المدينة. بالتالي هذا التعتيم الإعلامي هو يهدف إلى الدفع بالمزيد من الضحايا إلى المحرقة، أيضا محاولة لتثبيت الموجودين من المقاتلين الذين في غالب الأحيان لا يدركون إلا حين تصل إليهم قوات الحكومة وقوات التحالف وهم في مناطق يعني معتم عليهم كل المعلومات، أنه لم يعد هناك مجال للمقاومة، وليس هناك من دعم يصلهم. لو حسبناها بالحساب العسكري، وهذا ما يقوله كثير من العسكريين، أنه لا مجال لاستمرار المقاومة، فقط الحوثي يحاول قدر الإمكان أن يتشبث بما تبقى من مواقعه في المدينة، أن يلحق أكبر ضرر ودمار في المدينة حتى يستجلب الأصوات الدولية المنادية بوقف الحرب، أن المدينة ستدمر، أنه أيضا يلمح بأنه بالإمكان تدمير الميناء وشل قدرتها بالكامل. والمجتمع الدولي كله يعرف أو يقول ويردد دائما بأن 70% من المواد الغذائية والمؤن تدخل عبر ميناء الحديدة، وبالتالي هو أشبه بتهديد أنه لن أخرج من هذه المدينة إلا بعد أن أحرقها، لن أخرج إلا بعد أن أدمر كل قدرات الميناء. طيب دعنا نتحدث عن طبيعة القوات التي تقاتل في المدينة، نتحدث عن ألوية العمالقة، ما يعرف أيضا بالقوات المشتركة. من الذي يعني يتقدم في الحديدة؟ هل يعني هناك تساؤل مطروح، هل يتبعون الجيش الوطني، هل يأتمرون بأوامر رئاسة هيئة الأركان أم لا؟
هذه إشكالية يعني عامة ليست فقط في الحديدة، إنه لو جينا نتكلم عن جبهة الساحل الغربي منذ بدأت هي أشبه بأن تكون مسلمة للتحالف بشكل كامل. قيادة قوات التحالف متمثلة في القوات الإماراتية هي التي تدير الجبهة هناك، وهي التي تدير غرفة العمليات. الحكومة ونحن نلاحظ أنه يأتي التغيير رئيس الأركان في لحظة الحرب فيها مشتعلة، دليل على أنه تكاد تكون هيئة الأركان ووزارة الدفاع الغائبة أصلاً، هي أساساً غائبة عن جبهة الساحل. جبهة الساحل والحديدة هي أصبحت عنوانها الأبرز، تدار من قبل غرفة عملية التحالف ممثلة في قيادة القوات الإماراتية. الحكومة ربما هي تتابع كما نتابع نحن، وتتمنى أن يعني يتحقق النصر في هذه الجبهة، لكن إجمالاً هي ليست شريك رئيسي وفاعل في غرفة العمليات، لأنه أساساً قائد محور الحديدة الذي يفترض أن يكون جزء من غرفة العمليات هو تقريباً لا يكاد يكون حاضراً في المشهد. والإشكالية هذه ليست فقط في الساحل الغربي، ولكن كل الجبهات التي تتحرك، خصوصاً منذ انطلقت القوات من عدن حتى وصلت إلى أطراف الحديدة، الحكومة أساساً هي تتابع وتسند إعلاميا ولوجستيا، لكن أساسا ليست ضالعة في إدارة عمليات الحربية. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار في هذه النقطة تحديدا الناطق باسم الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي، ورحب بك سيادة العميد من الرياض. ما مدى يعني ما هي أخبار التقدمات العسكرية كما تراها كما يراها الجيش الوطني هناك؟ ما الجديد في معارك الحديدة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز، وشكرا أيضا لضيوفك الكرام، وشكرا أيضا لقناة بلقيس وطواقمها الإعلامية، ونشكر أيضا السادة المشاهدين. أخي العزيز، إن الانتصارات تحققت خلال هذه الأيام القلائل، والتي في انتصر شعبنا وجيشه الوطني على قوى التمرد والانقلاب ومرتزقة إيران في عدة جبهات، وأهمها صعدة وحجة والحديدة والتعز والبيضاء والضالع. وفعلا حسب سؤالك أخي العزيز، أكثر جبهة سخونة وأكثر جبهة انتصارات وأكثر جبهة فيها التقدمات هي جبهة الحديدة، والذي استطاع الجيش الوطني ممثلا بألوية العمالقة وكذلك المقاومة الشعبية التهامية وغيرها من المقاومة الجنوبية أيضا، حققوا إنجازات كبيرة على الأرض، واستطاعوا أن يقهروا تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، وتم تحقيق انتصارات بالتقدم من منطقة كيلو 16، والذي استطاع الجيش الوطني أن يتقدم بصورة مفاجئة ومباغتة، استكمال منطقة كيلو 16 والتقدم نحو كيلو 10 وكدوار المطاحن وتحرير مطاحن البحر الأحمر وقولة من موبائل وقولة الشحاري ومدينة الصالح ومدينة الأمل وشارع 50، واستطاع الجيش الوطني أن يحقق التقرب نحو مدينة 7 يوليو وكذلك نحو ميناء الحديدة الذي لم يبعد أخي العزيز سوى 5 كيلومتر من البوابة الشرقية، ونبعد الآن من شارع صنعاء حتى قلب مدينة الحديدة أو حديقة شعبة، هذه الحديقة التي حولت الميليشيات الإنقلابية من حديقة الشعب إلى حديقة الشغب والمشاكل والانفجارات والعيارات التي نصرتها في تلك الحديقة والمباني السكنية. أيضا هناك انتصارات في الاتجاه الغربي نحو مستشفى أو بالقرب من مستشفى الثورة العام وكذلك من قرب جامعة الحديدة، أما في الاتجاه الجنوبي التقدم نحو الربطة ومدرسة النجاح والأماكن المجاور لها، وعندما نقول مدرسة نقصد أن الميليشيا تحولت هذه المدرسة إلى سكنة عسكرية ونصرت فيها القناصة، وكذلك وجدت الألغام حول تلك المدرسة وجعلتها سكنة وموقع عسكري. طيب سيادة العميد، هناك أيضا إسناد طيراني أخي متواصل من قبل طائر اللبطشي والطائر المقاتل والذي يدك أوكار تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. تفضل. سيادة العميد، من يقود المعارك في الحديدة؟ نحن فعلا نسير وفق الخطة التي أعدت من قبل رئاسة الأركان العامة وزارة الدفاع، وبإشراف وبالتنسيق وتنظيم التعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. يقود في الحديدة
المعارك، بل المعارك في اليمن كل يقودها القادة المعنيون في الميدان وممثلة بوزارة الدفاع وبإشراف المباشر والمستمر من فخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك نائبه الأخ الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر. يعني نحن نتحدث الآن عن الميدان، من هو المسؤول عن عمليات المحور في الحديدة؟ لأن الحديدة عسكريا تتبع المنطقة العسكرية الخامسة، لكن القوات المتواجدة فيها كما يبدو أنها تتبع المنطقة العسكرية الرابعة. كذلك هناك عمر سجاف كان قد يعني تم التداول بشكل كبير على أنه قائد محور الحديدة، لكن الآن في كثير من البيانات يكون هناك الحديث على أبو زرع المحرمي كقائد للمحور. المعلومة غير واضحة بالنسبة للمشاهد، من يقود العمليات؟ من هو قائد محور الحديدة بالضبط؟ فعلا نقول نحن نمتلك طبعا قياده وزاره الدفاع ورئاسه هيئه الاركان العامه وموزع تشكيلات الجيش الوطني الى عده مناطق، منها المنطقه الخامسه والمنطقه الرابعه، وكل منطقه لها اتجاه معين في المعركه. الذي يقود المحور والذي لديه القرار الجمهوري الاخ اللواء الركن عمر سجاف، وهو يقوم باداء واجبه. وكذلك هناك قاده في الميدان، يتم احيانا الحديث فعلا كما قلت بسؤالك، احيانا يتم الكلام او عن سير العمليات، من هو موجود في الميدان او في الاتجاه الذي نفذ الهجوم في المعركه، سواء كان قائد لواء او قائد كتيبه. والمخول بالتصريح طبعا عن سير المعارك والناطق الرسمي للقوات المسلحه، نحن نقوم ايضا بدورنا بابلاغ لوسائل الاعلام المحليه والدوليه وكذلك عبر المواقع الإخبارية عن تقدمات الجيش الوطني. وحقيقة ما قدمه الجيش الوطني فعلا يهم كل أبناء شعبنا اليمني والجيشنا الوطني، وبالأخص أبناء محافظة الحديدة الذي عانوا من القتل والتدمير. أخي العزيز، نستطيع أن نبشر شعبنا اليمني أياما معدودة تفصلنا عن تحرير مدينة الحديدة ومنها الاستراتيجي الذي حولته الميليشيات الانقلابية. طيب في نقطة من الذي تحدثت منه سيادة العميد، أنا أقرأ الآن خبر أمامي لمنشور في وكالة سبأ الرسمية في يوم 4 من الشهر الجاري، يتحدث على أن العميد المحرمي، ويصف الخبر العميد المحرمي كقائد محور الحديدة، يطلع رئيس الجمهورية على انتصارات الجيش. الآن أنت تقول أن اللواء عمر سجاف هو قائد محور الحديدة، ما يعني ما هو الصحيح بالضبط؟ الذي تكلمت له بك هو الصحيح. هناك ألوية العمل. طيب كيف تعلق إذن على هذا الخبر من وكالة سبأ؟ نحن حقيقة ننظر المشكلة ليس بالخبر، نحن ننظر المشكلة بالإنقلابيين الحوثيين الذين فعلا فجروا الحرب ودمروا مدينة الحديدة. أخي العزيز، بالنسبة للمحرمين حقيقة نشكره من خلال قناتكم بلقيس، كما نشكر ألوية العمالقة والرجال الأبطال الذين ضحوا بدمائهم واستطاعوا أن يقتلعوا الألغام وميليشيات الحوثية التي لغمت مدينة الحديدة ولغمت أيضا المناطق المحيطة. استطاع ألوية العمالقة فعلا أن يحققوا انتصارات ومكاسب على الأرض، وعما قريب ستكون الانتصارات أفضل. طيب، لأن هناك تساؤلات كثيرة، تحذيرات يطلقها كثير من المتابعين للمشهد اليمني من تحول الحديدة بعد التحرير إلى ما يشبه الوضع في عدن من حيث المواجهات مع القوات المدعومة من الجيش الوطني في مقابل تشكيلات عسكرية خارج إطار الجيش الوطني، ما هي ضمانات عدم تكرار ذلك في الحديدة؟ ألوية العمالقة حقيقة هم من ألوية الجيش الوطني، ولا يوجد أي خلافات أو تباينات بين الألوية والوحدات العسكرية المرابطة في مدينة الحديدة ومحافظة الحديدة. ونحن في الجيش الوطني حريصون على أن يقوم أبناء شعبنا اليمني كلهم بالاستثناء في مقارعة ومقاومة الميليشيات الإنقلابية الحوثية المنفذة للأجندة الإيرانية مرتزقة إيران، ولنستعيد للشعب الحرية والعيش بأمن وسلام. أشكرك إذن العميد ركن عبد المجلي الناطق باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. هي نقطة ربما تشير إلى ما يحدث أستاذ علي في سياق الحديث عن الوضع. يتحدث العميد الركن حول عمر سجاف كقائد لمحور الحديدة، الأخبار تتداول بشكل آخر، كيف تتابع هذه المسألة بالضبط؟ هو العميد تحدث، هو يمثل الجيش، ويعني هو احنا عارفين أكثر من الحكومة. أعتقد أنه الإشكالية موجودة
فيما يتعلق بغياب وزارة الدفاع، قيادة الجيش اليمني بتشكيلات بتسلسلها المعروف بتشكيلاتها المعروفة. هناك وضع ميداني معقد مشتركة فيه قوات هي أساسا مدعومة من التحالف، ويعني في الحقيقة هي لا تعترف بالشرعية. جينا نتكلم عن القوات التي يقودها العميد طارق صالح، وبالتالي إلى جانب ألوية العمالقة وألوية الألوية التهامية التي هي أساسا تتبع وزارة الدفاع وهيئة الأركان، لكن عمليا على الأرض التحالف هو الذي يدير العمليات. كما قلت لك ما تقوم به قيادة الجيش اليمني وهيئة الأركان هو يعني عبارة عن تبني لهذه العمليات، إسناد يعني مساهمة في يعني الحشد وتقديم أو رفع معنويات المقاتلين ومحاولة الابتعاد عن المخاوف التي تتحدث عنها أنت لما بعد التحرير. هذه بالتأكيد ستكون هناك إشكاليات، كما حصلت الإشكاليات في عدن وفي مناطق أخرى ستظل موجودة في عدن وأعتقد في الحديدة عفوا، ولن تحل إلا بشكل إجمالي في إطار تنسيق العلاقة بين التحالف وبين الحكومة الشرعية اليمنية لإيجاد آلية معتبرة وسلسة لإدارة لتنسيق العمليات العسكرية وإدارة المناطق المحررة فيما بعد الحرب. وبالتالي هذا التنسيق الذي يعول عليه أن يتم أساسا في المستقبل هو الذي نأمل أن يجنب مدينة الحديدة وغيرها من المناطق المحررة ما قد ينتج عنه من إشكالات وجود مناطق هي أساسا محررة لكنها قد تكون خاين طاقة الشرعية. الآن لا يزال المحافظ المعين من السلطة الشرعية يعني يزور المناطق المحررة. نعم يزور المناطق المحررة، وبدأوا في صرف رواتب كثير من المديريات التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية جنوب الحديدة، وأعتقد أنه سيجدون لهذه التباينات لهذه الإشكاليات سيجدون لها حل مستقبلا. الإشكالية الآن هي كيف يمكن إنقاذ الحديدة من هذه الميليشيات التي جثمت عليها وخنقت الميناء وسخرت هذا الميناء الهام والحيوي لخدمة وتمويل خزينة الخزينة الحربية للميليشيات، تحويل كل هذه الإيرادات إلى مجهود حربي. يعني نحن نتحدث عن مليارات الريال، عشرات المليارات من الريالات التي استفاد منها الانقلابيون. نعم. لأن هناك يعني في نقطة الحديث عن ما يجري وكيف تدار الأمور، لسنا نحن المتابعين فقط، هناك أيضا أطراف دولية تتابع، وهناك أطراف دولية تطالب بربما وقف العمليات والذهاب إلى تسوية سياسية. بومبيو وزير الخارجية الأمريكية تحدث لولي العهد السعودي بما يتعلق بوقف الحرب والمعركة في الحديدة. هناك تصريحات وتحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تحرير الحديدة أو هذه المعركة ستؤدي إلى تقويض التسوية السياسية. كيف تتوازن المسألة سياسيا وعسكريا برأيك؟ بالنسبة للأمم المتحدة ورعاة عملية السلام في اليمن، من الطبيعي أن يناشدوا ويطالبوا أو يسعون إلى وقف العملية العسكرية وقف الحرب محاولة إحياء عملية السلام، لكن عمليا ما يحدث على الأرض هو ما يحدد ما الذي سيكون مستقبلا. لو تابعت معي إلى ما قبل أسبوعين كانت الأصوات عالية وكان هناك ضجيج كبير حول ضرورة إيقاف الحرب والعملية العسكرية خصوصا في الحديدة، بعد أن رأوا جدية من قوات التحالف وقوات الحكومة في التقدم نحو الحديدة وأنها بدأت فعليا تحرز تقدما على الأرض، خفتت هذه الأصوات وكأنهم يعطون الحكومة ويعطون التحالف وقت إضافي لإنجاز شيء ما على الأرض قد يساعد في عملية تسوية أساسا، لأنه هم يتحدثون عن وقف العملية العسكرية ويتحدثون عن ضرورة إحياء عملية السلام وهم يدركون تماما أن الحوثي لن يأتي إلى طاولة السلام. وقد تابعنا جميعا كيف رفض أن يذهب إلى مشاورات جنيف الأخيرة بالرغم أنه وافق مبدئيا على أنه سيذهب، وبعد ذلك عندما تأتي المشاورات يختلق الأعذار لأنه يشعر أنه لا يزال قوي ومسيطر وقادر على فرض شروطه. إذا شعر أنه أصبح أضعف وأنه يعني غير قادر على فرض الشروط والتعنت كما حدث قد يأتي إلى طاولة السلام، وبالتالي نحن نقول بأن تحرير مزيد من الأرض وكسر شوكة الحوثي ويعني فل